ملايين فين؟ لو بتحسب اللي بيقتلوا الدولة والخارجين عليها والأشعث بن قيس وزيد بن علي الفتنة الكبرى والفتنة الصغرى ديت هي ابن معاوية لا ابن معاوية دي فتنة كبرى صغيرة ابن معاوية حضرتك لا حضرتك ابن معاوية ابن معاوية يا سيدي الفاضل مما من معاوية بن أبي سفيان حتى الآن عدد المسلمين الذين بسبب الفكر قتلوا بسبب الفكر يدهم بعضهم بعضا بسبب الفكر ما بسبب عشان خاطر الفكر اصل اللي بتقول هو الحد بين السنه والشيعة لا يا اصل لا يبقى انت اصل اللي بيحصل في سيناء وفي ليبيا وفي سوريا محارب فكر ما هو ده يبقى ده نموذج محاربه الفكر طب كويس كويس هو ده ده مش فكر هو هنا في نقطه بقى مش فكر حد فين فكر حد جمع فكر ما تاخدهاش على انه نموذج فكر ما تقولش هو نموذج اضطهاد للفكر للفكر ده مش عاوزك اضطهاد للفكر وانا ما حاربتوش لاجل الفكر ما هو اضطهاد للفكر برضه لا الفكر انا ما حاربتوش لاجل الفكر هو على ايه لا حورب لاجل ما فعل بيده بعد الفكر لا لانه الاتفاق الاثنين مع بعض لا لا اتفاق الفكر والمشايخ مع الـ مع الـ يعني انت اللي عاوز في سينا دول ما تحاربوش اللي خارج لسينا ما حاربهمش خارج ماشي يعني ما حاربهمش اللي وصل يعني اللي بيحصل معاهم ده اسمه خروج على اطار الضبط في المقاله ده اللي كاتبه في المقاله يعني دايما احنا بنتابع الحاضر ده اللي بقوله بقى يعني انا بقول يقلق ويخاف لا لا حضرتك ده اللي هو الحرب في اليمن بين الحوثيين واهل والسنه هو ده مش فكر باسم الدين يعني اعملوا ولا ما اعملوش الحاكم باسم الدين الحاكم العراق ده مش ايه الحرب ما باسم الدين الحاكم عملها ايه مش سوريا بين العلويين والسنه واحنا عارفين مين اللي فينا بين الخوارج وبين الجيش المصري اللي اتعمل في السنه ده مش حرب فكر اه يتعمل ما يتعملش صح ان نعمله مش صح صح ان الدوله تعمله ما حدش قال حاجه انه مش صح ده صح ان الدوله تعمله بالتالي لما اقول ده نموذج لاضطهاد الفكر في التاريخ الاسلامي ما ينفعش المساله ان حضرتك بتقول لي بس انه من البدايه حين طرحت قضيه للفكر لم تناقش لا 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 مش ده الصح مفيش حاجه اتمنى لا مش ده الصح الحاجه هو لما تكفير قضايا الفكر قضايا الفكر كل قضايا الفكر في التاريخ الاسلامي ناقشها علماء الدين بثبات وعقل دائم لما جاء يتم في مراجعات مش كان في مراجعات فكريه بناء على ايه اكرم محمد احمد ودخل انا هقول ونستقبل الشيخ نبيل نعيم يقول لك ده القيادي التكفيري السابق في شبه انا بدات ما اقول طيب لما يجي بجانب بسطر واحد لما يجي الاستاذ عادل بسطر واحد فيحكمني على التاريخ الاسلامي من معاويه او من قبل معاويه بعد الى الان يقول لي منذ معاويه الى الان خلصت ده انا بتكلم عن عبد الناصر بقول ما قبل النكسه وبعد النكسه على السادات ما بعد الانفتاح وقبل الانفتاح على مبارك ما قبل مش عارف ايه وبعد 10 سنين واخر 10 سنين بقسم ال 10 سنين 20 سنه بجي اتكلم عليهم بقسم المراحل تقول لي من معاويه الى الان هو نظام واحد وماشي واحد ما تنفعش طريقه الـ العراق مضطهد في عهد العباسيين العباسيين نقلوا عاصمه الخلافه من دمشق الى بغداد في العراق عشان خاطر العراق دول شيعه بتاعتهم الناس دي لا لا ما حصلش اقتنع على حاجه العكس العراق كانت احسن هنا في نقطه طب دي بقى على كل الكلام طب في نقطه طب دول نقطه كمان ودي بقى الوقت الاستاذ عادل نعمل هنا لما يجي الاستاذ عادل في المقال اللي ايه انتوا بتدافعوا ليه ضد الناس اللي هم بيخرجوا عن اطار يعني هو بيقول لي العلماء بيقولوا الخروج على الحاكم خروج على الدين ودي فتوى اتحداك انك تلاقيها موجوده عند العلماء ما حدش عالم قال ان الخروج على الحاكم خروج على الدين او ان الاجتهاد زي ما انت بتقول كده ده هدم لثوره الدين شق ما حدش قال ده خالص لكن الشيء الخطير لما قالوا ايه طب هم قالوا ايه ما حصلش ما قالش هو انت عندك مبدئين انت بس انا بس انت عندك مبدئين في الخروج على الحاكم تقدر تقول لي حضرتك ايه هم وليه اقتنع بده وليه اقتنع بده ايه المبدئين اولا المبدا الاولاني ان الخروج على الحاكم لا يجوز وده كان اصلا مبدا اموي